السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج يوميات مبتعث. أرحب بكم أجمل ترحيب عبر قناة السعودية الأولى ومن ولاية فيكتوريا في أستراليا، وتحديدا في مدينة ميلبورن. نتواجد أنا وفريق العمل في جامعة موناش، هذه الجامعة العملاقة التي يوجد بها تخصصات نادرة. داخل هذه الجامعة يوجد طالبة سعودية مبتعثة تميزت في طبعا تخصص نادر وممكن نحتاجه في المستقبل إن شاء الله تعالى، في تمريض الصحة النفسية. الطالبة نورة تدرس في هذه الجامعة، وبإذن الله سوف تكون من خريجات هذه الجامعة. نتعرف على الطالبة نورة اليحيى سويا. الله يحييكم، معكم نورة محمد اليحيى، طالبة دكتوراه في جامعة موناش في ملبورن ولاية فيكتوريا بأستراليا. بدأت رحلتي العلمية أو رحلتي الدراسية منذ الطفولة بدراستي الابتدائية والمتوسطة والثانوية في محافظة الخرج، بعدها انتقلت للرياض لدراسة تخصص التمريض في جامعة الملك سعود، بعدها تخرجت ووظفت سنة في مدينة الملك فهد الطبية، ورجعت بعدها تعينت كمعيدة عام 2007 في جامعة الملك سعود كلية التمريض قسم تمريض الصحة النفسية وصحة المجتمع. استمريت على هذا التخصص حوالي 8 سنوات، تخللها دراسة الماجستير في نفس الجامعة، وبعدين ابتعثت هنا من نهاية شهر مارس عام 2016 لجامعة موناش لدراسة الدكتوراه. بالنسبة لفكرة الابتعاث، هو إحنا كمعيدين في الجامعة هو أساساً يكون من ضمن الكونتراكت الأساسي أو العقد الأساسي أنه أنت إجباري تكمل دراستك. أنا أساساً فكرة وظيفتي في الجامعة أو انتقالي من الوظيفة في المستشفى إلى الجامعة هو أنا كنت راغبة في أنه أكمل دراستي، يعني وظيفة الجامعة تتيح لك إكمال الدراسة بشكل أسهل، فكان هذا هو اللي شجعني أنه أنا أكمل دراستي وأفكر في البعثة. هو أساساً تخصص الدكتوراه في التمريض في جامعة الملك سعود إلى الآن ما افتتح في تخصص التمريض، فعشان كذا كان إلزامي علي أنه أنا أطلع بعثة. وكان اختياري الأستراليا لأنه يعني بما أني بحثت عن الجامعات فشفت جامعة موناش هي أكثر من الجامعات اللي مهتمة في تخصص التمريض وبالذات تمريض الصحة النفسية، فعلا يبغى لها يعني كفاح واجتهاد خالص لأنها دراسة بحثية خالصة من بدايتها إلى نهايتها، يعني بتأخذ دراسة الدكتوراه بتعمق شديد لأنها دراسة الفلسفي بدخل الجزء النظري فيها بشكل كبير. فعشان كذا يعني كنت أعتقد يعني دراسة الدكتوراه أسهل من هذا الشيء، يعني إذا أقول لك إياها يعني بشكل يعني مختصر، لكن لا، اكتشفت إني صراحة كل ما فتحت باب انفتحت علي أبواب أخرى، وفعلا يعني وإذا فتحت لك أبواب أخرى تضطر تروح تقرأ وما تقدر تحط حتى أي كلمة، يعني أحيانا تجلس تقرأ لك يعني تقريبا في الارتكلز أو في الأبحاث تقريبا 2-3 أيام عشان بس تقدر تكتب لك سطرين في البحث، فهو مو حاجة سهلة. وغير كذا يعني طالب الدكتوراه يعني أوكي رغم مساعدة المشرفين له ومحاولتهم للدعمه، لكن هو مسؤول عن كل حرف يكتبه لأنه هو بيناقش عليه بعدين، يعني فلازم تكون قد العلم اللي أنت جالس تدرسه. بالنسبة لدراستي البحثية أنا أستمتع فيها كثير، أنا أشوف نفسي في التخصص البحثي أكثر من أي حاجة أخرى، فعشان كذا الحمد لله أنا بأشوف إلى الآن في متعة في الدراسة. بالنسبة لتمريض الصحة النفسية، هو يعني مسمى جديد يعني خاصة في السعودية، مش على مستوى العالم لا على مستوى السعودية، يعني كمعلومة إلى الآن ما يوجد توصيف في الهيئة السعودية تخصصات الصحية تمريض الصحة النفسية، هو تابع لتمريض صحة المجتمع. عشان كذا هذا زاد من حماسي أني أنا يعني أدرس هذا التخصص بشكل دقيق ونرجع للبلد نقدم بروجرامز أو برامج، نقدم أبحاث بتدعم هذا التخصص في سبيل أنه هذا التخصص ينفصل ويعني ويكون له استقلالية في المسميات في الهيئة السعودية تخصصات صحية. ثاني حاجة اللي شجعني أني أنا أدخل هذا التخصص هو يعني ممارستي. أنا كنت أدرس تقريبا في الجامعة 8 سنوات تمريض الصحة النفسية وأنزل مع الطالبات والمستشفيات، فكنت أحتك بالمريضات
هذا اللي شجعني صراحة أني أنا أدخل بعمق في المرحلة البحثية عن الأمراض النفسية وبالذات الذهان. أول حاجة أنا جيت درست الدكتوراه مباشرة، يعني ما درست اللغة لأني أخذت درجة الآيلتس في السعودية، فجيت هنا مباشرة، فواجهت فعلا صعوبة في اللغة في البداية، خاصة أن الأكسنت الأسترالية تختلف عن الأكسنت اللي إحنا معتادين عليها يعني في السعودية اللي هي الأمريكية أو البريتش يعني. فجلست والله فترة عشان أتعود على هذا الشيء، خاصة في الكونفرزيشن، لكن المشرفين كانوا بيطمنوني بيقولون يعني إحنا على الأقل أتليست يعني إحنا نفهم لغتك الأكاديمية، فلا تخافي أنت بتتطور لغتك يعني والفلونسي مع مرور الوقت. ثاني حاجة يعني الحمد لله ما كنت أعاني كثير في الكتابة، يعني هذا أهم حاجة. بالنسبة للصعوبات في الدراسة أنا ما لاحظ صراحة أني صعب يعني واجهت صعوبات شديدة في الدراسة، لأن المشرفين كانوا بيدعموني بشكل كبير، يعني أنا صعب أوصل صراحة دعمهم لي، كانوا معايا خطوة بخطوة، وحتى لما يشوفوني أنا طلعت عن المسار بيرجعوني للمسار الصحيح، وفتحوا لي أبواب كثيرة صراحة في التعلم. فيعني الحمد لله أنا أحس باستقرار كامل الحمد لله في دراستي، أحس بأي صعوبات كبيرة. بالنسبة لنظرتهم للمرأة السعودية ما شفت فيه أي حاجة يعني بتدعو ل، خاصة في جو إيش يسمونها الأتموسفير أو جو الجامعة، أنا ما شفت صراحة في تمييز أو في تفرقة عن السعودية من غيرها، خاصة إنه في زميلات سعوديات لي سابقات يعني سبقوني بكثير وتخرجوا ما شاء الله، وأعطوا انطباع جميل إنه المرأة السعودية صراحة قادرة على أنها تبدع وأنها يعني بتقدر تفرض نفسها. طبعا طموحاتي المستقبلية في الدكتوراة هو أني أرجع أمارس دوري كأستاذ في الجامعة. طبعا اللي بيشجع أنك خياراتك لما تأخذ الدكتوراه في الجامعة خياراتك البحثية تنفتح على أبواب البحث بشكل أوسع وبشكل مرن، كونك أساسا درست البي اتش دي من قبل يعني وصرت متمرس في التخصصات البحثية أو طريقة البحث، فخلاص بتقدر أساسا يعني تبدع في الأبحاث بشكل سلس بشكل كبير. ثاني حاجة صراحة أنا أتمنى إن شاء الله أني ألقى أبواب مفتوحة ومسهلة لي أني أنا أتعاون مع المستشفيات في سبيل دعم العلاج الأمراض النفسية أو رعاية الأمراض النفسية المرضى المريضات النفسيات، وأتمنى صراحة أني ألقى الدعم في هذا الشيء. بالنسبة لنصيحتي للطلاب اللي بيفكرون بالابتعاث، اغتنموا الفرص، لو حصل لكم فرصة للابتعاث فحاولوا تغتنمونها وما تضيعونها، سواء كانت هنا أو في غير أستراليا. لكن بالنسبة لأستراليا يعني تعني لي شيء خاص، لأنه أنا جيت هنا بانطباع يعني بنوها الناس عندي أن أستراليا بعيدة سهلة في الدراسة ما راح تعطيك ديب نوليدج مثل غيرها من الدول، لكن الحمد لله يعني اللي صراحة شفته هنا أنه هنا جو علمي، وصراحة يعني علمه مش سهل، يعني بيجبرونك أنك تكون متمكن في البحث وتكون قد الشهادة اللي بتاخذها أو لا. بصراحة دراسة الدكتوراه أو حتى دراسة الماجستير أو الدراسة برا بصفة عامة هي أحسن فرصة لك أنك يعني بتعلم نفسك وبتكتسب مهارات بإرادتك، يعني أنت اللي تقدر يعني تأخذ هذا العلم أو تكون بحدود العلم اللي أنت تبغاه، هو الفرصة الوحيدة لك أنك تتوسع في المعلومات قد ما تقدر. يعني أنت إذا رجعت للسعودية بتربط بالوظيفة بتربط بالالتزامات الاجتماعية، لكن هنا طالما أنك متفرغ للدراسة فاغتنم هذه الفرصة، ولو جتك فرصة بعثة لا تفوتها، أنا نصيحة مني يعني. راح أشد حيلي إن شاء الله مهما ما واجهت من الصعوبات، وأرجع للبلد وأدعم القطاع الطبي والتمريض بصفة عامة والتمريض النفسي بصفة أعمق، وإن شاء الله بإذن الله أحقق اللي أنا بنيته بإذن الله. بالنسبة للحياة هنا في ملبورن بعد ما أطلع من جو الدراسة جدا رائعة، التسهيلات هنا، وسائل التنقل، الاستجمام متوفرة في كل حي، يعني صراحة أنا ما عانيت كثير مع هذه الأشياء. بالنسبة يعني مع ضغوطات الدراسة سبحان الله تعلمت تلقائيا يعني أني خلاص أقدر أنظم وقتي وأوازنه، يعني فإن لجسدك عليك حقا، يعني عشان يعني نقدر نتجدد يعني بعدين للأسبوع الثاني يعني خاصة على الويك إند يعني، ف يعني غالباً
أنا ويا الأطفال يعني بتكون طلعاتنا يعني منتظمة، يعني نكون لحالنا أو نكون يعني مع الصديقات. ما أقدر أقول عن نظام الحياة هنا سهل أو صعب، لكن نظام الحياة هنا ميزته إنه بيشجعك إنك تنظم كل دقيقة في حياتك، تعتبر كل دقيقة في حياتك لها قيمتها، خاصة مع الضغوطات يعني اللي بتواجهها. يعني أنا خاصة بالنسبة لي أنا كان عندي دبل رولز، يعني هنا يعني ماسكة أنا مسؤولية الأولاد الأطفال لوحدي، فعشان كذا عرفت أنا أوازن الحياة الحمد لله. يعني هذا هو اللي الشيء الجميل اللي اكتسبته صراحة من الجلسة هنا في ملبورن. العالم اللي هنا صراحة جدا متعاونين، يحاولون يساعدونك قد ما يقدرون. العوائل السعودية هنا صراحة رائعين، يعني من أول ما جيت هنا الملبورن صراحة وقفوا معي، ساندوني في السكن وفي التنقل وفي تأمين الأثاث والاستقرار الأطفال. يعني صراحة أنا لو أوفيهم حقهم إلى اليوم هذا يعني أنا ما أقدر أوفيه، يعني موجودين إلى الآن بجانبي صراحة، يعني ما أحس بالغربة الشديدة صراحة بوجودهم. ايوه بالنسبه للوسائل الترفيه اللي موجوده هنا صراحه جميله، يعني انا الاطفال صراحه بعد ما يطلعون غالبا كل يوم من المدرسه والروضه يعني هم خلاص صار زي الادمان لهم، لازم هم يطلعون كل يوم يعني، وللحديقه اللي في الحي او في الحديقه اللي الحي اللي جنبنا، يعني فيه وسائل صراحه انهم بيطلعون طاقتهم يعني الكبيره فيها. طبعا اول ما جيت هنا خاصة إني كان يعني جاي أنا مع أطفالي لوحدي، يعني صراحة جتني كلتشر شوك عالية. يعني أنا كنت جاية صراحة من بيئة يعني كل اللي صراحة فيها تسهيلات، يعني من الألف إلى الياء، ما كنت أحس بصعوبة لا صراحة في حياتي الخاصة ولا في يعني في العلاقات الاجتماعية، كان كل حاجة سهلة. لكن هنا صراحة لا، انصدمت صراحة، يعني كانت كل حاجة صراحة ما أحصلها بسهولة، لكن الحمد لله يعني قدرت اجتازها صراحه. يعني انا زي ما قلت قبل شوي، يعني مع تنظيم وقتي، مع تحسين علاقاتي الاجتماعيه مع العوائل السعوديه او حتى الاصدقاء يعني من الجنسيات الاخرى، لا صراحه اجتزت هذه. لكن طولت على بال ما خلصت مرحله الصدمه هذه صراحه، يعني جلست فتره طويله، لكن الحمد لله استمتعت فيها، الحمد يعني اكتسبت فيها دروس صراحة وتجارب صقلتني أكثر. أنا صراحة يعني عجبني في المجتمع الأسترالي صراحة أنهم منظمين في وقتهم بشكل دقيق جدا، يعني هم عالم يعني في وقت الشغل من الساعة 8 الصباح إلى الساعة تقريبا 5 أو 4 يخلصون دوامهم يطلعون ينامون أو يسوون الرياضة تبعهم وينامون، على آخر الأسبوع خلاص هم يمتنعون عن أنهم يزاولون أي حاجة من وظيفتهم أو من دراستهم، بيخصصون وقت لنفسهم. أنا صراحة اكتسبت هذا الشيء، صحيح ما اكتسبته بسرعة، لكن أنا صراحة يعني عجبني هذا الأسلوب صراحة، صرت أقدر أنظم وقتي وأستغل وسط الأسبوع في الدراسة. أول كنت أنا يعني حتى نظامي كان في السعودية، وأول ما جيت الأسترالي كنت أنا أذاكر بأول أسبوع أو أدرس بأول أسبوع وآخر الأسبوع، لكن الآن لا، فعلا صرنا نخصص آخر الأسبوع للترفيه. هذا نمط الحياة صراحة بيخليك تستعد للأسبوع الثاني بشكل متجدد، وبتهتم لنفسك أكثر وبتهتم لأسرتك، تعطيهم من وقتك. هو صراحة إذا رجعت السعودية صراحة أنا بفتقد صراحة لتنظيم الوقت هذا، لأني في السعودية صراحة بكون داخلة في جو الالتزامات الاجتماعية. الالتزامات الاجتماعية تخليك تتفلت يعني من أشياء كثيرة، تتنازل يعني عشان يعني ما يأخذون العالم عليك يعني في أنك يعني مثلاً ما أعطيتهم حقهم. لا أنا أعتقد أنه بيتغير، لكن اللي صراحة بأنقله معي صراحة من أستراليا هو تنظيم الوقت. يعني يعني أوكي صحيح أني أنا بتنازل إلى حد ما، لكن بيبقى وقتي منظم إلى حد ما، وأقدر أعطي وقت لنفسي صراحة وفرصة لنفسي ولعائلتي أكثر. طبعا احنا في منزل الدكتوره نوره اليحيى، نتواجد في منزلها، شاكرين لك اختي نوره استقبال فريق العمل في منزلك وبين بناتك، الله يخليهم لك ان شاء الله، وشقيقك هنا في الغربه في ملبورن في استراليا. حدثينا عن حياتك الشخصيه داخل الاسره، كيف تقضين وقت فراغك معهم؟
طبعا حياتي الشخصية في البيت يعني جدا بسيطة. غالبا أنا أرجع من الجامعة في وسط أيام الأسبوع متأخرة، يعني تقريبا بعد رجعة بناتي تقريبا بساعة أو ساعتين، فبيكون قرب وقت نومهم، فيعني أحاول يعني أمشي الوقت بسرعة عشان يعني ألحق أصلح لهم العشاء ويكون وقت النوم على طول جاء. جدا حياة الأسرة رائعة هنا، لأن بنكون مترابطين أكثر، يعني مش زي الوضع في السعودية، يعني بتكون يعني الارتباطات والعائلة بتكون يعني كبيرة، فلا جدا الحياة هنا يعني رائعة، وتربطك بأسرتك أكثر وأكثر، وتعلمك المسؤوليات بشكل أوسع. طبعا أختي نورة ما شاء الله يعني في الحي الجميل هذا، يعني كيف علاقتك مع الجيران؟ تتواصلون فيما بعض؟ في ناس أسر سعودية مثلا هنا جيرانك قريبين منك تروحين عندهم يجون عندك، حدثينا عن العلاقات الاجتماعية في هذا الحي الجميل. أغلب الجيران اللي موجودين هنا يعني خاصة في الشارع هذا يعني مش من الجنسيات السعودية، مش من الجنسيات العربية، لكن علاقتي معهم طيبة، صح إنها محدودة يعني لكن طيبة إلى حد ما، يعني يعني علاقاتي يعني الاجتماعية مع جيران أو مع ناس في الأحياء اللي قريبين من عندنا السعوديين غالبا. أيوة تقريبا يعني تعارفنا مع بعض تقريبا بشكل أسبوعي، دائما على الويكند بيكون عندنا برنامج يعني نتزاور فيه، نرتاح من ضغط الشغل. صراحة يعني فعلا يعني الويك اند هذا يعني فعلا نستغله يعني بكل ما لدينا عشان نقدر يعني نطلع من ضغط الدراسة والشغل، وعشان أطفالنا حتى يغيرون يعني السيستم تبعهم، يعني يلتقون مع أطفال يعني بنفس البيئة حقتهم، يعني ما ينفصلون عن الثقافة أو عن البيئة الموجودة السعودية. طبعا بالنسبة للبيئة في المملكة العربية السعودية تختلف جذريا عن البيئة هنا في أستراليا، كيف وازنتي بين هذه يعني اختلاف هذه البيئة بين المملكة وأستراليا، وبرضه كيف تقيمين المعيشة هنا في أستراليا؟ بالنسبة للبيئة في السعودية والبيئة في أستراليا، طبعا البيئة السعودية يعني احنا بنعرفها يعني عالم يعني ودودين كريمين بيرحبون فيك بيساعدونك، يعني حتى بيبادرون حتى هم بالمساعدة. اللي موجودين هنا مش سيئين لكنهم مش مبادرين يعني بالمساعدة، يعني كل واحد في حالة، لكن هم بشكل عام ودودين. يعني أنا صراحة في أول ما شهر جيت فيه على أستراليا كان الحي اللي ساكنته تقريبا معظم يعني أستراليين، يعني من الجنسية الأسترالية حتى مش أجانب يعني أو عرب أو مسلمين، يعني لكن كانوا ودودين جدا، يعني بيساعدونك يعني لما أنت تطلبهم، بيهتمون بالأنظمة والقوانين. صراحة أنا يعني هذا هو اللي لاحظته من أول ما جيت، يعني اهتمامهم بالأنظمة والقوانين والهدوء والتعامل، الالتزام بالأنظمة حتى وإحنا نمشي في الشارع بيهتمون فيه كثير. لاحظت في المجتمع هنا صراحة كمان أنهم ودودين للأطفال، يعني صحيح أنهم مش بالكبار ما في بينهم يعني علاقات ودية كثير، لكنهم يعني لما يشوفون الأطفال صراحة بيرحبون فيهم، وأحيانا بيساعدونك عشان أنت معك أطفال. طبعا بعد اعتماد البعثة لك أختي نورة ويعني قدومك مع عائلتك إلى ميلبورن هنا، ما هو الشيء الأكبر اللي واجهتيه من عقبات أو تحديات إن صح التعبير في طريقة الانتقال والعيش في مدينة أو دولة تعتبر يعني مغامرة جديدة لك؟ العقبات اللي واجهتها طبعا في البداية السكن، يعني هنا عشان تأخذ سكن يعني يبغالك يعني تجتاز كذا عقبة، يعني في البداية لازم تحجز موعد وبيرتبون هذا الموعد معك، وكذا واحد يجي معك عشان تشوف البيت، يعني بيشوفون الأنسب. أحيانا ما يقبلونك بشكل سريع إنك تسكن المكتب نفسه أو المكتب نفسهم أو المؤجر لما يشوف عندك أطفال، يعطي الأولوية للسنجلز أو اللي ما عندهم أطفال. يعني طولت على بال ما لقيت سكن، بس ما طولت الحمد لله بشكل كبير، تقريبا جلست شهر. العقبة الثانية والكبيرة اللي هي بالنسبة لأطفالي، ما قدروا يتأقلمون بشكل سريع مع البيئة الأسترالية، كنت بوديهم للروضة يعني فجلسوا تقريبا شهر مو قادرين يفصلون عني، كنت أروح معاهم وأجلس معاهم تقريبا معظم النهار عشان يعني يفصلون عني.
لكن الحمد لله لا في الوقت الحالي لا، هم اندمجوا كثير مع المجتمع، المدرسة والروضة، وصاروا حتى إلى حد ما يعني معتمدين على أنفسهم. بالنسبة للمواصلات أنا ما أشوف فيها صعوبة كبيرة، هنا وسائل المواصلات والنقل العام يعني جيدة، يعني بيكون الباص قريب من البيت، الترين تقريبا مش بعيد عن البيت، أو القطار مش بعيد كثير عن البيت. ما واجهت صعوبة كبيرة بالنسبة للتنقلات أو وسائل التنقل العام، اللهم يعني يمكن لما يكون معي أطفال هو اللي شوية يعني بيتعبون هم من كثرة التنقل، فتضطر في الأخير أنك يعني تشتري سيارة عشان بتساعدك على التنقل مع أطفالك. الحمد لله يعني معي أخوي بيساعدني في بالنسبة لموضوع السيارة، فأنا ما واجه أي صعوبة كبيرة في هذا الموضوع. أختي نورة، حدثينا مع السادة المشاهدين، يعني بناتك وين يدرسون أو وين يتعلمون؟ هل في حضانة معينة أو مدرسة معينة قريبة من عندك؟ بالنسبة للتعليم كانوا بناتي يعني لما كنت في السعودية يعني كانوا لسه ما دخلوا الروضة، يعني كانت أعمارهم 3 سنوات 5 سنوات يعني لسه، فكان جديد عليهم جو الروضة. غير كذا كانت اللانجوج بارير كبيرة أو عائق كبير جدا يعني لهم، غير كذا هم ما كانوا متعودين على مجتمعي ومجتمع أقاربنا، فتفاجأوا بمجتمع جديد غريب عنهم. ما صراحة ما اندمجوا بسرعة، لكن الآن صراحة أشوف في تقدم. دخلتهم الحضانة الروضة كيندر جارتن، يعني كان مستواها عالي صراحة. الأساتذة تعاونوا معي بشكل كبير في التغلب على كل حاجة، أي مشكلة أو أي حاجة أواجهها في البيت أناقشها معاهم، ممكن يحلونها معايا حتى مع بنتي يعني في النهار. المدرسة كانت أروع صراحة، لما دخلت بنتي المدرسة على عمر 6 سنوات صراحة كان جوها رائع، وجوهم التعليمي صراحة محفز، حتى يعني كانت منطلقة، كانت يعني بتواجه حتى مشكلة خجل يعني شوية قدام الكبار، لا الحين تجاوزت هذه المشكلة وصارت يعني معتمدة على نفسها بشكل كامل وعادي يعني، فتعليمهم صراحة يعني أثني عليه بشكل كبير. لا شك أنه رمضان وليالي رمضانية وبرضو اجتماعات الأعياد مع الأهل والجمعات الأسبوعية مع الأهل، ويعني أيام الجمعة كيف يعني هذه الأشياء ممكن يفتقدها المبتعث السعودي أو المبتعثة السعودية خارج المملكة. هذه الأشياء الطقوس الاجتماعية كيف وجدتيها باختلافها هنا في ميلبورن؟ بالنسبة لرمضان صراحة أول ما دخل رمضان، هو أنا جيت وكان رمضان يعني تقريبا بعد ما وصلت لأستراليا تقريبا بشهرين، دخلت على كالتشر شوك ثانية يعني صراحة، خاصة أول أسبوع يعني رمضان يعني عندنا يعني جوة، تعرفون الجو العائلي يعني في السعودية، لكن هنا فجأة يدخل رمضان ما تسمع صوت المساجد، ما تسمع صوت التراويح، الشوارع مظلمة بشكل كبير، فصراحة جلست أسبوع كامل تقريبا عشان أتكيف مع هذا الوضع. لكن الحمد لله لا، كان صيام رمضان هنا جميل، فيه اجتماعات يعني بيسوونها يعني العوائل السعودية ما بين فترة والثانية، المساجد ما شاء الله منتشرة في كل مكان، حتى صيام رمضان كان سهل يعني جدا، يعني كان في فترة شتاء في عز فصل الشتاء يعني، فما حسينا يعني الحمد لله يعني بمتاعب هنا في رمضان، اللهم يعني كان شوي عائق نفسي يعني، أو إنه كنا متعودين على وجود الأهل يعني. طبعا أختي نورة رحب في شقيقك عبد الله، رحب فيك أخوي عبد الله، حياك الله. وطبعا خليني أسألك عن آلية التواصل مع الأسرة، يعني التواصل معهم يوميا، تكلمينهم متى، كيف تتواصلون مع بعض؟ عرفينا مع السادة المشاهدين على تواصلك مع الأهل. طبعا تواصل بالأهل تقريبا يعني في هذا الزمن يعني ما تحس بالغربة بشكل كبير بسبب تواصلك مع الأهل، السوشيال ميديا يعني قربت المسافات، يعني تقريبا تواصل معهم بشكل يومي عن طريق الواتساب، سناب، تصويرات الفيديو أو اتصالات الفيديو، فماشي الأمور الحمد لله. جميل، الحمد لله التواصل بشكل دائم ومستمر، الحمد لله مواقع التواصل الاجتماعي ربطت العوائل بالأهل وفي كل مكان الحمد لله. بما أن الأخت متواجد مع الأخت، نحاول أن نقوم بالمسؤوليات المطلوبة منا بحكم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها من تحمل مسؤولية الأبناء وإيصالهم إلى المدارس والحرص والعناية بهم. إذا أختي نورة، يعني ماذا بعد الحياة هنا في أستراليا؟ يعني بعد إن شاء الله نيلك على درجة الدكتوراه، في طموحات قادمة مستقبلية، أهداف تبغين تحققينها إن شاء الله في المستقبل؟
طبعا الحمد لله، يعني بلاحظ ان الامور الى الان يعني بتسير على احسن ما يرام في الدراسه وفي على صعيد الحياه العائليه الاجتماعيه وكل ما الحمد لله وتتحسن. اتامل صراحه ان هذا الوضع يستمر الى حد التخرج باذن الله. اطمح باذن الله اني بعد ما اخذ الشهاده اذا ربي اكرمنا باذن الله بالشهاده اني ارجع للجامعه اكمل مسيرتي البحثيه. طبعا ما راح يعني ما ابغى اوقف عند حد معين في الابحاث وفي التدريس، لا انا صراحه اطمح اني انا اكمل يعني البوستوك او الدراسه دراسه ما بعد الدكتوراه، اعزز من الابحاث في مجال رعايه الصحه النفسيه، هذا هو املي صراحه. وصراحه يعني انا عندي كمان امل انه كمان التمريض النفسي راح يتحسن ان شاء الله باذن الله في السعوديه في السنوات القادمه مع هذه الابحاث ومع البرامج اللي باذن الله راح تتطور.